بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 24/5/2024 من أمام جبل ساق، سمي ساق واسمه ساق من قبل الإسلام، ذكروها أصحاب المعلقات في قصائد كثيرة على سبيل الشوق. وقعت عنده أيام كثيرة من أيام العرب، لن نذكرها لأنها حروب وأنا ما أحب الحروب والمعارك. هذا الجبل العظيم الرائع المرتفع في السماء كأنه على شكل هرم، وتابع هو في القصيم وتابع لمدينة البكيرية، محافظة البكيرية. هذا الجبل قائم على متكون شهير من متكونات الخزانات المائية في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية، اسمه متكون ساق. هذا المتكون، هذا المتكشف منه، يعني المتكون تحت وهذا الجبل متكشف، يعني هذا الجيرموفولوجي واللي تحته الجيولوجي، والقصة اللي نقولها هي الأنثروبولوجي. رائع. هذا يتكون، هذا المتكون العذب اللي يتكون من الصخر الرملي، يبدأ من الجوة، منطقة الجوة اللي هو فيها ساق، ويسمى أحيانا ساق الجوة، مرورا بالحجر في العلا، مناطق من حائل، مناطق من تبوك، إلى الأردن في الأزرق، في الأردن وادي رم، إلى تركيا، لكن لها أسماء أخرى. المتكون هو جاي حتى مستطيل، لكن هو سمي على الجبل، والجبل لم يسمى على المتكون، لأن الجبل اسمه ساق من قبل الإسلام، قبل ما يعرفون متكون ساق، وأنه من واحد ومن أعذب المياه الجيولوجية في المملكة العربية السعودية. عندنا أكثر من 10 متكونات مائية، هذا أعذبها ومن الأعذب يعني، لكن حتى ساق من تحت الأرض يأتيه تلوثات أحيانا، آبار تحفر على آبار، لكنه من الأعذب لأنه سيليكا وكوارتز وخازن للمياه. انظروا إلى هذا الجبل الشامخ، أنتم تحسبونه جامد وهو يمر مر السحاب، مثله مثل بقية الجبال، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، تروا يمر مر السحاب في الدنيا، لأن هذا الجبل الجذر حقه في أسفل الأرض على حركة مائعة تدور، كل الجبال السروات الهملايا كلها تحت في بطن الأرض سائلة مائعة، فهي متحركة من تحت. هذا الغصن الظاهر أمامكم، سبحان الله، انظروا إليه. أنا هذا يطربني والله العظيم، أحبه قسم بالله، ودي أمطخم كل الجبال، بس عدي ودي أمطخ قسم بالله. يعني أنت أمام آية من آيات الله، هو شيء يسبح. تدرون الجبال هذا يسبح، والجبال، وحتى هذا الجبل لما الله سبحانه وتعالى قال بحملك الأمانة، قال لا أنا أعجز عن حمل الأمانة، ضميره حي، ضميره حي. يا جبال أولي معه والطير، الجبال تسبح، تحسبون جمادات، والله جبل جماد. وننظر إلى شيء من صنع البشر عمره 50 ل100 سنة بعدين ينتهي، هذا عمره أكثر من 4 مليارات عام. كم شهد من البشر شاهد التغيرات الجيولوجية. تدرون هذا المتكون اللي هو متكون ساق، هذا تكون لما كانت الجزيرة العربية بالجنوب، جنوب في استراليا، منطقة استراليا، وكانت غابات مطيرة. هذا المتكون تكون في تلك الفترة السحيقة، وكل شيء يتغير. حين البحر الأحمر ينفلق ويتسع سانتي كل عام، فالأرض تغلي وبطون المحيطات تغلي، آية من آيات الله. وفي قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وفي الأرض آيات للموقنين. هذا المثل الرائع اللي تشوفه بعيد، والعرب يضربون مثل يقول كل جبل تمسيها المطية إلا ساق وطنية. فعلا تشوفه من يوم تطلع من بريدة والجوة، من يوم تطلع من الجوة مرورا بالفويلق والظلفع والشيحية والبكيرية، تشوفه لكن ما تاصله، فالجبال تمسيها المطية، يعني تشوفه من الصبح وتاصله في المساء.
وتنوخ عنده الناقه المسافر الا ساق وطميه تشوفه وتمشي 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 وما تصل اليه ويجيك الليل وما وصلت اليه. وذكر في الشعر العربي امرؤ القيس وهو خارج لما كان عند ملح ضارج في الشقه وذهب بيشوف المطر هذا اللي على قطن بالشيم ايمن وصوبه وايسره على الستار جبال الربوض فيذبلي اللي هو جبل صبحه مر من هنا قال كأن مكاكي الجواء هذه منطقة الجواء خدية شربنا رحيقا شربنا سلافا من رحيق مفلفلي. وعنترة بن شداد يقول ألا يدار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يقول فوقفت بها طويل الناقة وكأنها فدن ليقضي حاجة المتلون. هذا الجبل العظيم الرائع له قصص كثيرة وذكر على سبيل الحب والعشق. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة يقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن كما زال في الصبح الأشاء الحوامل نشزن من الدهناء يقطعن وسطها شقائق رمل بينهن خمائل فلما بدت ساق الجواء وصارة وفرش وحماوتهن القوابل طربت وقال القلب هل دون أهلها لمن جاورت لمن جاورت إلا ليال قلائل. ويقول الحطيئة نظرت إلى فوت ضحي وعبرتي لها من وكيف الرأس شن وواشل إلى العير تحدى بين قو وضارج كما زال في الصبح الإشاء الحوامل فأتبعتهم عيني حتى تفرقت مع الليل عن ساق الفريد الجمائل. يقول زهير عفا من آل ليلى بطن ساق فأكذبة العجائز فالقصيم. ويقول الراجز يا إبلي هل تعرفين ساقا قالت نعم وقورها الأنساق.